مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم العبد لله أيمن مصطفى، هبقى ضيف خفيف إن شاء الله في حلقة من حلقات برنامج نفسنا. برنامج نفسنا أنا بعتبره من أنجح البرامج اللي موجودة دلوقتي، لأن هو بيخاطب جميع الأعمار، كبار وسط صغيرين. النفسنا يعني بقت أسلوب حياة، كلنا بنفسنا على بعض، بالذات البنات، البنات بنفسنا على بعض بالزيادة عن اللزوم قوي، والشباب برضو بنفسنا على بعض. الحياة بقت عبارة عن نفسنا من الآخر. قعدت الستات بتجيب خراب خراب، بقى انا بقى صريح مش هكذب، ستات يعني اعرف بعدها في مصيبه سودة هتحصل من ورا الستات، بس حلوين بنحبهم برضو، يعني نص المجتمع يا جماعه. نفسنه الرجاله يعني بتحس ان هي اليفه شويه، يعني الست لما بتنفسن بتحس ان في حرب عالميه بتحصل. النفسنه يعني بيبقى ليها اصولها عند الستات. الرجاله ممكن ينفس على العربيه، على موبايل، على شغلانه، ما بيبقى حسد، يعني ببقى شايفه حسد اكتر من هو نفسنه، بس قليل لما بتلاقي رجاله بتنفسن على بعض. في الغالب بيبقوا البنات هم اللي بينفسنوا على بعض، ربنا يهديهم. انا جاهز لنفسنا وقاعد مستنيهم هنا اهو، ومعايا شوالين طوب بره جاتنا 60 نيله كلنا.